السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو هو جديد بس مختلف عن كل مرة. فكرت في حاجة ممكن أعملها صغنونة تبقى دعم لقضية فلسطين، واللي هي قضية إسلامية بالأساس، وقضية يعني قضية عقيدة بالنسبة لنا. فلقيت تصميم كده على الفيسبوك من ضمن الصور اللي نزلت، ولقيت ان هو سهل وبسيط يعني، وممكن يتعمل بسهولة مرسوم، فقلت نعمله مع بعض. الأدوات اللي احنا محتاجينها صوف ومشجوخ رسمت عليه التصميم، والإبر اللي احنا هنشتغل بيها. نقول بسم الله ونبدأ، وما ننساش اخواتنا في فلسطين من الدعاء. والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة، تقول يا رباه يا واهب الحياة، بعونك اللهم اكتب لنا النصر. وشجرة الزيتون بغصنه الحنون يبكي على شهداء أرضنا الحرة. يا لواط النفس عليك يا قدسي، وأنت في البلوى والعيشة المرة. يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. هيا اهتفوا يا إخوتي، استيقظي يا أمتي، يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. النور في أيدينا وربنا يحمينا، قرآننا يهدينا في ساحة الإيمان. هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان، هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان، وحرروا الإنسان من قبضة الطغيان. هيا اهتفوا يا إخوتي، استيقظي يا أمتي، هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان، كسابق الأزمان. والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة، تقول يا رباه يا واهب الحياة، بعونك اللهم اكتب لنا النصر. وشجرة الزيتون بغصنه الحنون يبكي على شهداء أرضنا الحرة. يا لواط النفس عليك يا قدسي، وأنت في البلوى والعيشة المرة. يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. هيا اهتفوا يا إخوتي، استيقظي يا أمتي، يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. النور في أيدينا وربنا يحمينا، قرآننا يهدينا في ساحة الإيمان. هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان، هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان، وحرروا الإنسان من قبضة الطغيان. هيا اهتفوا يا إخوتي، استيقظي يا أمتي، هيا أعيدي بسمتي
أمتي كسابق الأزمان كسابق الأزمان. والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة تقول يا رب يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر. وشجرة الزيتون بغصنه الحنون يبكي على شهداء أرضنا الحرة. يا لو أتى النفسي عليك يا قدسي وأنت في البلوى والعيشة المرة. يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي. يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. النور في أيدينا وربنا يحمينا قرآننا يهدينا في ساحة الإيمان. حاولوا تعملوه مع أولادكم، وطبعا مش محتاجين أقول لكم أن أنتوا تكلموهم عن القضية، لعل ربنا سبحانه وتعالى جعل الأحداث دي تحصل عشان يحيي القضية تاني في قلوبنا بعد ما كانت، يعني بقاش هقول اتنست بس اتركنت وفات عليها وقت طويل. ربنا يا رب يرد علينا الأقصى وكل أراضي المسلمين ويحرر بلاد المسلمين جميعا من الاحتلال الظاهر والغير ظاهر. لو تحبوا ان احنا نعملها ورشة زي ورشة الفانوس ممكن تكتبوا لي في التعليقات ونحدد ميعاد ان شاء الله بعد العيد او حتى في ايام العيد، بس مثلا اخر يوم تالت يوم او كده، ونعملها مع بعض يعني انا والولاد. وما تنسوناش بقى من صالح دعواتكم، كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.